هل حرب طروادة قامت عشان واحدة ست؟ من الملاحم المشهورة في تاريخ البشرية ملحمة الإلياذة اللي بتحكي عن أهوال حرب طروادة. أي حد قرأ الملحمة أو شاف فيلم من عشرات الأفلام اللي اتعملت عنها هيبقى عارف إن الحرب اللي مات فيها الألاف قامت بسبب واحدة ست. الست دي هي هيلين جميلة الجميلات اللي هربت من جوزها وراحت تستخبى عند عاشقها في طروادة، فجوزها جمع كل الجيوش اليونانية وراح يطربق طروادة على دماغ أهلها علشان يرجع مراته. الملحمة طبعاً عظيمة وفيها تيمات إنسانية عن الحب والشرف والمجد والبطولة والخيانة، لكن هل كنت تعرف إن حرب طروادة كانت حرب حقيقية مش مجرد أسطورة؟ علماء الآثار في أواخر القرن 19 اكتشفوا فعلاً آثار مدينة طروادة في نفس المكان اللي اتكلمت عنه الأسطورة، واكتشفوا فيها بقايا الحرب اللي قامت واللي اتضح إنها انتهت بحريق وخراب زي ما وصفتها الملحمة بالظبط. لكن هل الحرب الحقيقية اللي قامت في القرن ال 12 قبل الميلاد قامت فعلاً علشان واحدة ست؟ في الحقيقة لا، مدينة طروادة القديمة كانت مدينة ساحلية موقعها مهم وبتمتلك حقول واسعة من القمح، يعني هتكون مطمع لكل المماليك المحيطة، هيبقوا عايزين يحتلوها سواء فيها ست حلوة أو لا. يبقى إذن حرب طروادة قامت علشان الطمع مش عشان الشرف، والست الحمد لله بريئة من أطماع الرجالة. بما إننا بنتكلم عن طروادة وغرقانين وسط الجيوش اليونانية، فخلينا نسأل سؤال: هل كل تماثيل الإغريق لونها أبيض؟ لو دخلت المتحف اليوناني في اسكندرية ممكن تقتنع بالمعلومة دي، لأن فعلاً أغلب تماثيل الإغريق كانت بيضة، زي مثلاً تمثال الإسكندر وبطليموس وسيرابيس هتلاقي لونهم أبيض، لدرجة إن في معلومة دارجة بتقول إن الإغريق كانوا بيعملوا كل تماثيلهم باللون الأبيض. فهل ده حقيقي؟ الحقيقة هي إنك مظلوم والمتحف مظلوم والإغريق كمان مظلومين. التماثيل دي كلها بيضة دلوقتي لأن مع مرور آلاف السنين الألوان والأصباغ بهتت وتلاشت، لكن في وقتها كانت التماثيل متلونة وكانت الألوان جزء من جمالها، لدرجة إن بيت شعر إغريقي قديم بيقول: لما راجل بيكره ست بيبقى نفسه الجمال يزول من وشها زي ما الألوان الجميلة بتزول من التماثيل. يعني وقتها كان نزع الألوان من التماثيل شكل من التشويه، وللأسف مع مرور الزمن قضى على أغلب الألوان اللي رسمها الفنانين القدام. لكن لحسن الحظ بعض التماثيل اللي اتحفظت لسه ألوانها واضحة، زائد إن عمليات الترميم الحديثة تقدر ترجع التمثال للونه الطبيعي. إذن الغلطة الوحيدة هي إنك افترضت إن الحاجات اللي انت شايفها دلوقتي شكلها هيفضل كده بعد 2000 سنة، علشان لو ده حقيقي ما كانش حد اشترى مكياج في العالم. هل النينجا كانوا بيلبسوا أسود؟ ومن الأبيض نروح للأسود، وأشهر من لبس الأسود في العالم هما النينجا في اليابان. في الأفلام بنشوف أفراد النينجا وهما لابسين أسود ومش بيبان منهم غير عينيهم، وده الشكل اللي اقتبسوا منهم باتمان في فيلم باتمان بيجينز، لأنه المفروض اتدرب مع النينجا. لكن هل ده كان حقيقي؟ خبراء الثقافة اليابانية بيقولوا إن النينجا في اليابان كانوا في الأساس جواسيس وعملاء سريين ولصوص، يعني مستحيل يلبسوا زي واضح كده يكشف عنهم، ده كان الجاسوس بيلبس قميص مكتوب عليه جاسوس أو الحرامي يلبس هدوم عصابة القناع الأسود. النينجا كانوا بيعتمدوا على الدوبان وسط المجتمع المحيط، يعني لو وسط عمال هيلبسوا لبس عمال، لو وسط صيادين هيلبسوا لبس صيادين علشان محدش يلاحظ وجودهم. أمال فكرة اللبس الأسود الكامل دي جاية منين؟ في مسرح العرايس التراثي الياباني كان محرك العرايس بيلبس أسود علشان يندمج مع خلفية المسرح ويختفي، والجمهور ما يشوفوش ويشوف العرايس الملونة بس. فلما كانت قصص النينجا بتتحكي بالعرايس كانوا بيخلوهم لابسين أسود علشان وجودهم يفاجئ الجمهور نفسه دلالة على الشبحية. من هنا استعارت الأفلام فكرة النينجا الشبح من مسرح العرايس، بينما النينجا الحقيقي هيبقى لابس زي ابن خالتك عادي. هل اكتشف عالم أمريكي الكهرباء في القرن 18؟ هو إمتى بدأ الإنسان يستعمل الكهرباء؟ في القرن 19 العالم الإنجليزي مايكل فاراداي اكتشف أول طريقة لتوليد تيار كهربي، وده عن طريق تحريك ملف نحاسي في مجال مغناطيسي، ومن اللحظة دي بدأ استعمال الإنسان للطاقة الكهربية. العالم والفيلسوف الأمريكي بنيامين فرانكلين في منتصف القرن 18 عمل تجربة غريبة جداً، ربط سلك معدني في تيارة ورق وطير الطيارة وقت عاصفة رعدية. فرانكلين كان شكك إن البرق اللي بيحصل في العاصفة هو نوع من الطاقة وإن الإنسان ممكن يستغل الطاقة دي، لكن طبعاً طريقة فرانكلين دي ما كانتش تنفع خالص لأنها هتخلينا نستخدم الكهرباء وقت العواصف بس، وعشان كده طريقة فاراداي
هي اللي اتخلدت،